بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم العياده. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا في الاطفال، الا وهو تغذيه الاطفال من اول يوم لغايه الفطام. اول ما الطفل يتولد مفروض الطفل دون سواء بيتولد قيصري او طبيعي ولا حاجه. معظم القيصريات دلوقتي بتتعمل ببنج نصفي، المفروض العيل اول ما طلعه بحطه على صدر مامته. اول تلامس ما بين الطفل والام ده مهم جدا في ادرار اللبن. التلامس ده بيخلي زي ما بيقولوا اهالينا الصدر يحن. المفروض الايه ان الطفل ده اول ما يتولد يتحط على صدر مامته عادي. الاطفال اول 3 4 ايام تبص تلاقي معظم الوقت نايم، ولبن الام قليل جدا يكاد يكون مش موجود. الام في اول 3 4 ايام ما بتجيبش لبن اكتر من 35 سنتي على مدار اليوم. 35 سنتي يعني شويه قد كده. الطفل مش محتاج اكتر من كده، مش محتاج لبن اكتر من ال 35 سنتي على مدار ال 24 ساعه. ليه؟ لانه واخد مخزون استراتيجي من الام في اخر ايام الحمل او اخر شهور الحمل. فهو مولود عنده الغذاء بتاعه اللي يكفيه اول 3 4 ايام لغايه لما اللبن بتاع الام يزيد. تبص تلاقي الطفل اول 3 4 ايام نايم معظم الوقت، والصدر اللبن فيه قليل، وبعد 3 4 ايام يبدا اللبن يزيد والعيل يصحى زي ما يكون ايه، او بيصحى اول ما يتبعت له رزقه او اول ما اللبن يزيد. لبن اول 3 4 ايام ده مهم جدا، بنسميه ساعات بالبلدي كده لبن المسمار. ايه لبن المسمار؟ بيسموه المسمار ليه؟ لان في اجسام مضاده جوه اللبن ده تحمي المعده بتاعه الطفل. لما ياخد اللبن اللي هو الكولوستروم ده او لبن المسمار زي ما بالبلدي بيقولوه، اللبن ده فيه اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي تدي مناعه للجهاز الهضمي والقناه الهضميه بتاعه الطفل، ما يجيلوش ميكروبات ولا حاجه، وفي نفس الوقت تنشط عملية الامتصاص من الأمعاء. حاجة اسمها تروفيك، في تروفيك انزيمز أو في انزيمات تساعد على الهضم والامتصاص. شفته مهم جدا ازاي؟ يبقى ما نستغناش عن اللبن ده حتى لو قليل، لأن هو الطفل فعلا مش محتاج غير شوية دول. بس بشوف مستشفيات كتير يعني، وكل ما المستشفى تبقى شيك وجميلة وإيه وخدمة خمس نجوم، إن هم يتطوعوا ويدوا للعيل أعشاب أو مية بسكر أو جلوكوز أو لبن صناعي، يقول لك أصل اللبن بتاع الأم قليل. ده ضد المنطق وضد الطبيعه. فاحنا من ايه؟ من بلاش نلجا لهذا. الطفل مش محتاج منك اول 3 4 ايام غير ايه؟ شويه الكولوستروم دول او شويه اللبن الصغيرين اللي هم 30 40 سم دول، مش محتاج اكتر من كده. فبلاش تتطوعي وتدي اعشاب وتدي ماء بسكر وتدي جلوكوز وتدي، لان ده بيقطع دوره الرضاعه الطبيعيه. اول 3 4 ايام ابنك نايم، حطيه على صدرك كل شويه، كل ساعه ولا كل ساعتين حطيه على صدرك، كل ما يعيط حطيه على صدرك، لان هو ده اللي هيزود ايه؟ اضرار اللبن. معانا ام عمر، اتفضلي يا ابو عمر. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضلي. دكتور دلوقتي انا عندي بسمله. ممكن تعلي صوتك يا ام عمر شويه بعد اذنك؟ نعم، تعلي صوتك شويه بس بعد اذنك. انا بنتي بسمله عندها 6 شهور لكام يوم. تمام. بقالها يومين كده بتكح. تمام. وساعات الكحه ساعات الكحه تبقى جامده كده وتقوم مرجعه شويه صغيرين من اللبن لرضاعته. طب في سخونيه ولا حاجه او صعوبه في التنفس؟ لا لا خالص. مفيش سخونيه ولا صعوبه، كحه بس. ولا اي حاجه. وهي نايمه بالليل تكح ولا لا؟ ساعات، مش كتير بس ساعات. في خنفاره ولا حاجه؟ لا. طب بتكمل الرضاعه؟ ممكن تكون التكييف او حاجه؟ ممكن. اه بتكمل الرضاعه يا ام مالك عادي ولا ما بتكملش رضاعه؟ يعني بتكمل. لا بتكمل رضاعه عادي، مناخيرها مش مظبوطه. ومفيش زرقان ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه خالص، هي بس هو الكحه دي بسيطه، وساعات تبقى كانها ساعات تبقى كانها هترجع كده. تمام. ولو رجعت بترجع حاجه بسيطه يعني. انت ام لاول مره يا ام مالك؟ لا. طيب ماشي، بص اقول لك تعملي ايه. ولد اكبر من ربنا يحفظه. بس يا ابو مالك شكرا لاتصالك. يا ابو مالك طفل بيكح كحه بسيطه كده لكن بيكمل الرضاعه عادي ما بيزرقش. احنا الايه اهم حاجه عشان تعرف شده العرض انك تشوف النشاط بيأثر على نشاط العيل ولا ما بيأثرش على نشاط العيل. النشاط العيل في اول 6 شهور انه يرضع، انه يرضع وينام، يرضع وينام، يرضع وينام. عيل لو عنده مشكله صعوبه في التنفس او كحه شديده تنعكس على وظيفته، وظيفته انه ما يعرفش يرضع، ما يكملش الرضاعه او يزرق مع الرضاعه. طالما الطفل بيكمل الرضاعه كويس ما بيزرقش يبقى دي شكوى بسيطه ما نقلقش منها ابدا. ممكن الطفل ده يكون عنده شويه خنفره ولا حاجه زي ما انت قلت. التكييف لما موجه على العيل يعمل له خنفره. الخنفره دي الافرازات دي ساعات تنزل على الحنجره تخلي العيل يكحكح مع افرازات عماله تنزل على الحنجره. فانت تعملي ايه؟ يقعد في اوضه مكيفه بس نوجه الهواء لفوق والعيل يبقى قاعد عكس التكييف. يعني لو التكييف الهواء كده هو يقعد في ايه الناحيه الثانيه من الاوضه علشان الهواء المباشر بتاع التكييف ممكن يخلي العيل يخنفر ويكحكح. وتسلكي مناخير العيل بنقط محلول ملح طبيعي. في حاجات كتيره موجوده في السوق، فيزيوميل، اليمير، اي حاجه من الحاجات دي او حتى نقط اوتريفين البسيطه
نسلك مناخير العيل باستمرار، لان العيل لو مناخيره مسدوده ما يعرفش يرضع ويكحكح. ادي بنتك او فيتامين د من دلوقتي، 6 نقط فيتامين د يوميا كاحتياجات يوميا. لما تقفل الست شهور ممكن تدخلي اكل بجانب الرضاعه يا ام ملك. ومعانا ام يوسف، اتفضلي يا ام يوسف. الو السلام عليكم. اهلا بيك يا ام يوسف، اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا عندي ابني عنده 11 شهر. تمام. وكان جسمه قليل يعني، حجم بتاعه قليل حوالي وزنه كام؟ 7.5. 7.5 كيلو؟ اه. طب وزن الولاده كام؟ وزن الولاده طبيعي 300. 3 كيلو يعني؟ اه. 3 كيلو بيرضع ولا بيرضع طبيعي ولا صناعي؟ لا هو كان رضع طبيعي، والدكتور حوله على صناعي دي فتره شويه، وبعدين فطم نفسه. تمام. وبتاع دوت، وفي الاخر رفض الصناعي خالص، وبقى يرضع طبيعي بس. حتى الاكل بتاعه لما بعد الاربع شهور كده تدي له الاكل الثاني ما فيش، يعني ياخد حاجات بسيطه وما يرضاش ياخد بعد كده. في اسهال ولا امساك ولا حاجه؟ في اسهال؟ او في اسهال، وعلى طول يا دكتور سخن وتعبان، يا اما في لوز يا اما في نزله معويه. فحتى اليومين اللي فاتوا كان بيتخن لوحده، الدكتور طلب مني تحليل الغده، 3 انواع تحليل الغده كده. غده ايه؟ انهي غده فيه؟ تحليل غده ايه؟ 3 ايه؟ غده ايه اللي طلبها؟ غده الدرقيه ولا غده ايه؟ اه الغده الدرقيه، اللي هي خاصه باللي هو هرمون النشاط تقريبا، وحرق الدهون والحاجات دي. بيقعد لوحده ولا لا؟ لا بيقعد وبيزحف يا دكتور. طيب ماشي، ونشاطه منتبه معاكي يعني، بص لك عين في عين كده ويبص معاكي وينتبه معاكي ولا لا؟ ينتبه معاكي. طيب ماشي. بس ومفرط الحركه، حتى الدكتور قال مفرط الحركه هي اللي عامله فيه الحاجه دي، ولو كل او اي حاجه ما يزيدش. ماشي. انا كنت عايز اعرف، هو طلب مني تحليل حتى بعد ما يتم السنه وشهرين، طلب مني تحليل اعمله تاني اللي هو نفس التحليل تاني، ويشوف النسبه بقت قد ايه. انا تحليل ايه بقى؟ برضو الغده؟ عشان اعرف مثلا التحليل. هل ماشي. شكرا يا ام يوسف، شكرا لاتصالك يا ام يوسف. ام يوسف، ايه الطفل 11 شهر عنده 7.5 كيلو، مولود 3 كيلو، ده وزن قليل جدا. ده الطفل ده احنا المفروض عندنا ايه، في حاجه اسمها منحنى النمو. منحنى النمو لو تخيلنا ان 3 خطوط منحنى النمو، اقل حاجه، متوسط، اعلى حاجه. الطفل ده لما اتولد كان على ايه؟ كان في المنحنى النمو الطبيعي ساعه الولاده 3 كيلو. الوقت الطفل ده لما نشوف الـ النقطه بتاعته على منحنى النمو هنلاقيها اقل من الطبيعي، هنلاقيها هنا اقل من الايه، من الطبيعي. الطفل ده خرج بره منحنى الايه، النمو، خرج بره منحنى النمو. وانت بتقولي عنده نزلات معويه متكرره او اسهال متكرر، الطفل ده ممكن غالبا يبقى عنده عسر هضم للبن، او عدم امتصاص للبن، عنده حاجه اسمها لاكتوز انتولرانس، او عدم قابليه لهضم سكر اللبن. فالطفل ده بيتشخص، العيال دي مظلومه. ليه؟ اللي عندها حساسيه لبن او حساسيه سكر لبن ولا حاجه، العيال دي بيجي لها اسهال متكرر، فكل مره يتشخصوا نزله معويه ياخدوا علاج يخفوا، وبعد كده يرجع له تاني الاسهال، والاسهال ده المتكرر ده يعمل له ايه؟ يعمل له سوء تغذيه ويخرجه بره منحنى الايه؟ بره منحنى النمو. فنبقى حريصين جدا، العيال بيجي لها اسهال متكرر دول لازم نفكر مره واثنين وثلاثه ان العيال دي عندها ايه، لاكتوز انتولرانس، او عدم قابليه لهضم سكر اللبن. ليه بقى بيجي لهم اسهال متكرر؟ لان ممكن الانزيم اللي بيهدم ده ما يكون كفاءته 50%، مش لازم يبقى غايب زيرو، ممكن يبقى كفاءته قليله 50-60%، فكل شويه يضغط على الانزيم الضعيف فيخش العيل في اسهال. فالعيال بيجي لها اسهال متكرر وسوء تغذيه وما بتكبرش في الوزن، لازم نفكر في حاجه اسمها اللاكتوز انتولرنس، اللي هي حساسيه اللبن، او حساسيه ان يكون حساس للسكر او للبروتين بتاع اللبن. تعملي ايه؟ اعملي له صوره دم كامله عشان تشوف العيل ده وضعه ايه. سيبك من الغده، الغده دي غير موجوده، يعني تشخيص يعني ايه ان يطلب لك تحليل الغده الدرقيه ده انت عملت التحليل ساعه الولاده، التي اس اتش ده اللي عملتيه، التحليل اللي هي العينه من كعب الرجل اللي عملتيها على 5 يوم، انت عملت التحليل بتاع الغده الدرقيه. والغده الدرقيه ما تخليش العيل ليها، يعني مش ده السن الشائع ان يجي العيل زياده افراز او نقص افراز في هرمون الغده الدرقيه، فانت بتضيعي وقتك في تحليل الغده، ما تعملهوش تاني. تعملي له صورة دم كاملة. تعملي له صورة دم كاملة. ليه بقى صورة الدم الكاملة دي؟ تبين لك العيل ده عنده أنيميا أو وضع المناعة بتاعه إيه. دي حاجة. تاني حاجة تعملي له اختبار حساسية القمح، حاجة اسمها سيلياك سكرين. إيه السيلياك سكرين ده؟ بنشوف العيل ده حساس لمنتجات القمح ولا مش حساس، ما بيزيدش ليه. وبالك ونعمل له تحليل حساسية لبن، نشوف العيل ده هل منتجات الألبان بتضر ولا ما بتضروش. مبدئيا لغايه لما تعملي الكلام ده انت محتاجه تدي تشيلي منتجات الالبان من طريقك، لبن والزبادي.
الحاجات الصريحة اللي فيها لبن وزبادي شيليها، لأن اللبن والزبادي هتبص تلاقي إيه يحصل له إسهال متكرر وكل شوية يخش في إسهال وسوء تغذية ووزنه ما يزيدش. وتدي لبن صويا، لبن صويا مش لازم يبقى لبن أطفال، في لبن صويا موجود في الصيدليات، لكن في السوبر ماركت لبن صويا، وفي بودرة صويا موجودة برضو في الإيه السوبر ماركت. فأنت من مصلحتك دلوقتي إنك حتى لو ما عملتيش الاختبارات دي إن إيه تغيري طريقة التغذية بتاعت العيل دي، تديله لبن صويا أو بودرة صويا، لأن لبن الصويا وبودرة الصويا ده يبدأ يزود الوزن العيل، ما يدخلوش في إسهال متكرر. ده نمرة واحد في التغذية. وتشيل اللبن والزبادي، أي منتجات ألبان تشيليها من طريقه. ياكل إيه؟ ياكل الأكل بتاعك العادي مفيش مشكلة، بس ما يكونش حادق ولا حراق. وتشيل منتجات الألبان وتدي لبن صويا. طيب تديله إيه؟ الكالسيوم والحديد اللي ناقصه، لأن العيل ده في مرحلة النمو. ساعات لما العيل يبدأ يكبر يبدأ يظهر عليه نقص الكالسيوم. فانت تعملي ايه؟ تدي له اي مركب، في مركبات كثيره موجوده في السوق، ديكال بديكال كالسيكال ماكسيكال، اي حاجه فيهم ادي له 5 سم كل يوم كل يوم كل يوم لغايه سن 6 سنين. وادي له مركب ومركبات الحديد، لان غالبا العيل ده دخل في انيميا والانيميا هتعمل له سده نفس. فتدي له مثلا اي مركب ومركبات الحديد لمده 3 شهور. يبقى انت بالترتيب كده اعملي صوره دم، تحليل حسيت قمح، تحليل حسيت لبن، وتشيلي منتجات الالبان وتدي لبن صويا او بودره صويا، وتدي له كالسيوم وحديد. هي دي الطريقه اللي تخلي ابنك ان شاء الله بدل ما هو 7 كيلو ونص ده يبدا يحصل له كاتش اب او يحصل له نمو، ويخش يبدا يخش في منحنى النمو تاني، لان هو خرج براه. ولو استمرت على كده هيستمر في سوق التغذيه. حاولي تتداركي اللي احنا بنقول لك عليه علشان اموره تبقى ايه؟ تبقى افضل واحسن. بنتكلم على التغذيه بتاعت الاطفال. العيل اول ما يرضع حطيه على صدره، حضره على صدر مامته على صدر امه عشان يرضع، لان ايه ما نقعدش بقى ايه نبقى متفرنجين وندي لبن وندي اعشاب وندي مش عارف ايه، والشغل ابو شوكه وسكينه ده ما بلاش منه. خلينا ايه، وده على فكره في اوروبا كلها. يمكن انا حكيت لكم قبل كده اول ما دخلت اوضه العمليات في المستشفى الملكي كوين ماسر هوسبيتال في 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 في, في اوروبا، اول ما شالوا العيل كده هو حطوه على ايه، على صدر مامته على طول، من بعد القيصريه على طول يحصل التلامس ويحصل ان الصدر يحن، وعلى طول الطفل مع امه في اوضتها مش راح في حته والام في حته، وكل شويه تحطه حتى بعد العمليه القيصريه تحط على صدرها ويرضع وترضعه، لان هو ده اللي هيزود اضرار اللبن. ومعانا ام مدام ايمان. مدام ايمان اتفضلي يا مدام ايمان. حاولي يا مدام ايمان تكلمينا مره اخرى، معلش بنعتذر لك، حاولي يا مدام ايمان تكلمينا مره اخرى. يبقى العيل ايه بلاش ولا نتدخل بقى، ما نقعدش ندي اعشاب وميه ولبن صناعي وميه بسكر وجلوكوز او جلاكوز زي ما بيقولوا، لا نرضع العيل على طول باستمرار. الرضاعه الرضاعه الطبيعيه بالطلب اون ديماند، يعني ايه في ناس كده يقول لك ايه دكاتره كده يبقى لابس شيك كده ومنشي الياقه ومش عارف، يقول لها رضعي الولد كل ساعتين. هو العيل معوش ساعه ولا يعرف الوقت، والعيل في عيل بيرضع دقيقتين وفي عيل بيرضع ربع ساعه، اساوي بين الاثنين ازاي؟ ان ده كل ده يرضع كل ساعتين رغم ان هو رضع دقيقتين، والتاني اللي رضع نص ساعه اساويه ازاي؟ ده ان اللي رضع دقيقتين زي اللي رضع نص ساعه. مفيش حاجه اسمها كل ساعتين وكل ثلاثه، دي تخاريف واوهام. انا بقول للامهات تملي ايه، لو واحد قال لك رضعه العيل كل ساعتين قول له خد رضعه انت وريني هتظبط ازاي كل ساعتين. الرضاعه اون ديماند بالطلب. بالطلب ازاي؟ هقول لكم بعد ما ناخد اتصال من ام بلال. اتفضلي يا ام بلال. دكتوره هتعمل ايه؟ والله في نعمه يا ام بلال الحمد لله. بلال طبعا هو متابع مع حضرتك، بس اما طبعا نقلت انا بقيت مع بدري اكتوبر، هو عنده حساسيه صدر وانف وبياخد الجهاز النيكوفايبر. تمام. هو دلوقتي فاضل له اسبوع ويتم 7 شهور. تمام. رافض تماما الاكل تماما، ولا تمام. عصاير ولا سوائل ولا اي حاجه، حتى الميه بداله بالعافيه بسرنجه. تمام. عايز بالليل بالذات كل ساعه يقوم يرضع، ما بينامش منتظم خالص، ما بيكملش ساعتين نوم. تمام. ده اول طفل عندك يا ابو بلال؟ لا الثاني. وبيرضع رضاعه طبيعيه؟ حضرتك وحضرتك كنت قايل لي ان وزنه زياده شويه، فبنحاول نخسسه. بحاول اديله جزر، يعني بحاول ابعد عن المنتجات اللي هي الباودر. طب بيقبل الجزر والحاجات دي ولا ما بيقبلش؟ رافض تماما. تمام يا ابو بلال. طيب وصدره كويس ولا في مشاكل في صدره؟ لا لسه برضه رجع تاني للكحه ولسه بديله الجلسات لغايه دلوقتي. طيب ماشي، شكرا يا ام بلال، شكرا لاتصالك يا ابو بلال. بص يا ابو بلال، عيل 7 شهور رافض الاكل وبيرضع كتير كتير كتير، كل شويه يرضع واخد ايه رايح جاي على صدر مامته، عمال يرضع رايح في الرايحه وفي الجايه. زي ما احنا بنقول الرضاعه
ملهاش مواعيد، لكن في نفس الوقت لازم ننظمها سنه بسيطه. ازاي؟ ما فيش تناقض في الكلام. دلوقتي عيل رضع وبعد نص ساعه عيط تاني، هو لسه ما هضمش او لسه المعده ما فوتتش شويه اللبن اللي خدهم من نص ساعه، فممكن يكون بيعيط لسبب اخر، بيعيط انه عايز يتشال، بيعيط انه عايز يتمشى، بيعيط ان عنده مغص. يبقى مش كل ايه، لازم انت مفروض من صوت العياط بتاع العيل ده تفرقي الواد ده جعان ولا الواد ده عنده مغص ولا الواد ده عايز يتمشى شويه. ساعات في عيال بتبقى ايه بيعيطوا بلا سبب، احنا قلنا في بكاء بدون سبب، بس تلاقي العيل مفتقد ظروف الحمل، بشيله في حضني كده وراسه ناحيه صدري الشمال وايه واسمعه صوت قلبي واتمشى بيه. طيب بلال دلوقتي ايه واخد امه ايه على طول الرضاعه كل شويه كل شويه ويصحى بالليل يرضع. الرضاعه انه يصحى بالليل يرضع ده طبيعي، لان الرضاعه نشاط ليلي بالاساس، نشاط ليلي، اللبن بيزيد بالليل مش بالنهار، فرضعيه بالليل زي ما هو عايز. لكن انت لو وزنه زياده زي ما انا قلت لك قبل كده ممكن تسقطي رضعه من الرضعات وتديها له شويه اعشاب. العيل اللي رافض الاكل ده مش لازم استسلم معاه، لازم ادوقه طعم الاكل على ايه، على شفايفه. لو زقت له الاكل جوه بقه هيعمل لك كده ويرجع الاكل تاني، فلازم يستطعم. يعني يستطعم ازاي؟ انت مثلا اجيب تفاحيه مسلوقه، نص تفاحيه اسلقها واضربها في الخلاط واخففها بميه واحطها له بطرف المعلقه على طرف شفايفه، يستطعم. رفض، احاول مره واثنين، ما اقدرش اقول الاكل ده رفضه الا بعد 20 محاوله، من 10 ل 20 محاوله. فانت تحاولي مره واثنين وثلاثه بالصبر، لان هو اللبن دلوقتي ما بيدهوش احتياجاته كلها، لازم يدخل له اكل. الاكل الناس فاكره ان الاكل دي سعرات حراريه وبس، لا، الاكل ده لما العيل ياكل يبدا يحرك الشفايف واللسان وعضلات الفك عشان يبلع. التحريكه دي تساعد نمو اللغه وان العيل يتكلم بدري بدري. يبقى العيال الاكل ليه فايدتين، سعرات حراريه، وعشان كده لازم الاكل يبقى شبه متماسك، ما ينفعش احط له الاكل في الببرونه واقعد ادهوله يبقى احنا ما عملناش حاجه. لا، لازم العيل يتعود على طعم المعلقه وان يبدا يحرك الفك والاسنان بتاعته، الفك بتاعه واللسان، لان هي دي الحركه دي اللي هي بتاعت مضغ الاكل او بلع الاكل، دي بتحسن النمو اللغوي بتاع العيل يتكلم في ميعاده. لكن لو استسهلنا وادى ببرونه وبس او رضاعه وبس، العيل اللغه بتاعته تتاخر، النطق بتاع الكلام بتاعه يتاخر. حاولي معايا يا ام بلال مره واثنين وثلاثه وعشره، وما تستسلميش وغيري. رفض الكوسه والجزر، حاولي مع التفاح. رفض التفاح، حاولي مع مسحوق القمح. مسحوق القمح، حاولي مع مسحوق الرز. كل حاجه من دول 10 مرات ل 20 مره لغايه لما تلاقي ان العيل رافضها تماما. الصبر ثم الصبر ثم الصبر، لان هم قالوا الجنه تحت اقدام الامهات، لان العيال العيال غتوته، العيال دماغها ناشفه، ما هواش جهاز كمبيوتر هتدخل له داتا يطلع لك حاجه من الناحيه الثانيه، لا، كل عيل بشخصيته وبطبيعته. فعشان كده انت لازم تبقي صبوره ومثابره علشان توصلي للنتيجه يا ام بلال. ومعانا ام ادم، اتفضلي يا ام ادم. اهلا بيك يا ام ادم، اتفضلي. الله يخليك يا دكتور. عندي اسمها ايسل، عندها سنه وثلاث شهور. تمام. بقى لها فتره دايما بيجي لها نزله معويه وطور برد وصدرها على طول مشخشخ. تمام. هي اتفطمت وهي عندها سنه عشان وزنها قليل وبتاخد كانت بترضع بترضع ايه؟ كانت بترضع طبيعي. طيب بتقولي اللبن اسمه ايه بتقولي؟ بيديا شور. تمام. طيب ماشي اوكي. طيب بلاش اسماء لو سمحتي، بلاش اسماء. دلوقتي نعم اتفضلي اتفضلي. هي حاليا دلوقتي دكتور صدرها على طول مشخشخ وعندها حساسيه في جيوب عنقها. الدكتور كتب لها الادويه. جالها نزله شعبيه قبل كده؟ لا، جات لها نزله معويه. لا، ما جالهاش نزلات شعبيه وخدت جلسات بخار قبل كده؟ لا خالص. لا خالص. طب دلوقتي بيجي لها رشح متكرر ولا كحه متكرره؟ لا، رشح متكرر. رشح متكرر. حد فيكم عنده حساسيه في الانف، انت او جوزك او حاجه؟ لا، انا عندي حساسيه في صدري. في صدرك. تمام. وانت رضعتيها طبيعي اول سنه مش كده؟ رضعت طبيعي اول سنه، بس كمان وزنها قليل عن الطبيعي فالدكتور كتب لها اللبن. تمام ماشي خلاص اوكي. طيب ماشي ان شاء الله. بصي، طفل عنده سنه وثلاث شهور مناخيره سايبه على طول باستمرار وصدره بيزيق وساعات بيكح، نقول لك تعملي له ايه ان شاء الله بعد الفاصل.
اهلا بكم معانا مره ثانيه. كنا بنتكلم عن موضوعنا النهارده التغذيه في الاطفال. قبل الفاصل كان في سؤال ان طفل سنه وثلاث شهور عنده خنفره على طول باستمرار والطفل بيزيق وبايه وبيكح. ساعات بيبقى في اطفال عندهم حساسيه انف، حساسيه الانف دي ممكن تيجي من بدري كده تبص، وخصوصا الام في تاريخ الحاله قالت ان هي عندها حساسيه في الصدر. حساسيه الانف تعرفيها ازاي؟ تبص تلاقي العيل بيخنفر على طول، تقول لك الام ده عنده برد على طول. ما فيش حد عنده برد على طول، لكن ممكن يبقى عنده حساسيه على طول، تبص تلاقي خنفر ويعطس، والام هو شايلاه يقعد يدعك مناخيره في ايه في كتفها كده اهو، وتبص تلاقيه لو عيل كبير شويه يقعد يدعك لك على الايه على الانف كده ويعطس على طول باستمرار، وطول الشتاء مناخيره مسدوده. الطفل ده غالبا عنده حساسيه انف. لما تبص عليه كده تبص تلاقي الحساسيه الاغشيه المخاطيه، لما تبص كده بالمنظار تلاقي الاغشيه المخاطيه متضخمه وعامله زي الطماطمايه محمره قوي. حساسيه الانف مشكلتها ايه؟ ان العيال دي مناخيرهم مسدوده، يتنفس من بقه، تبص تلاقي يجيله التهابات في الحلق متكرره، ال يجيله التهابات في الحلق متكرره لان بتنفس من ايه؟ من بقه. تاني حاجه ان العيال دي لما يكون مناخيرها مسدوده بتقفل حاجه اسمها قناه ستاكيوس، موجوده هنا قناه ستاكيوس، دي قناه التهويه بتاعت ايه؟ الاذن الوسطى. فلو قناه ستاكيوس دي مسدوده العيل يجيله التهابات متكرره في الاذن الوسطى، ويجيله ميه خلف طبله الاذن. تبص تلاقي العيل ما يسمعش كويس، لو عيل كبير شويه تقول له كلام كل شويه يقول لك ها ها، لازم تقولي له الكلمه مره ولا مرتين عشان يسمعها. فشفت حساسيه الانف تعمل لنا مشاكل ازاي؟ تسد مناخير العيل، يتنفس من بقه، يجيله التهابات في الحلق متكرره، تسد قناه ستاكيوس، تعمل له ميه خلف طبله الاذن. عشان كده لازم تشخصي دي بدري بدري، ما تقعديش تقولي عنده برد على طول باستمرار. طيب تعملي ايه؟ اول حاجه الوقايه خير من العلاج، يعني تشيل الحاجات من طريقه من الجو اللي حواليه اللي ممكن تزود حساسيه الانف، زي التراب، البرفانات، المبيدات الحشريه الطياره، ما تمسحيش وشه بمناديل معطره، بلاش دباديب فار. وساعات الام هي تنيم العيل بقى قال يعني الشياكه وتحط له كام دبدوب حواليه، الدباديب الفرو دي تزود حساسيه الانف، لان الغبار اللي ايه متعلق على الفرو ده يزود حساسيه الانف. فايه خلي الاوضه ايه جميله بدون دباديب، وتغيري كيس المخده كل يوم بالليل. ساعات التراب اللي متجمع على كيس المخده يسد الانف بتاعت العيل اكتر، فانت توفري بيئه صحيه، ومحدش طبعا يدخن في الشقه. طيب عملتي كده، طيب العيل مناخيره مسدوده، ممكن تسلكيها بمحلول ملح طبيعي، ممكن تدي حاجه من مضادات الهستامين زي الزيرتك مثلا، كلاريتين، اي حاجه. طب ما بتستجبش، يبقى لازم ياخد حاجه اسمها علاج وقائي. بندي حاجه اسمها الانتي ليكوترينز طول الشتاء، او في الايه، هم العيال عندهم حساسيه انف ليهم موسمين، موسم اللي احنا فيه ده الشهرين دول، لان ايه دخول الربيع والجو الحبوب اللقاح والتراب بتزود حساسيه الانف، او دخول الشتاء اللي الوقتين دول هم اللي بيزودوا حساسيه الانف. ففي الوقتين دول التو سيزونز دول في الشهرين دول تدي حاجه اسمها الانتي ليكوترينز، موجوده مركبات كتيره موجوده في السوق، سنجلير للي بيل، حاجات كثيره. ومعانا اتصال من مدام رويده، اتفضلي يا مدام رويده. ازي حضرتك دكتور؟ اهلا بيك يا مدام رويده، اهلا بيك، اتفضلي. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ والله في نعمه يا مدام رويده، اهلا بيكي. ربنا يبارك حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك يا مدام رويده، متشكرين. مدام هويدة، ابني سخن بقاله يومين، سخونيه 39 و40 ما بتنزلش. سنه قد ايه؟ سنه ست، بعد يوم الثلاثة هيكمل 6 شهور. هو بيرضع طلعه طبيعي، ووزنه 3 كان عنده ولاده. عمره قد ايه يا مدام هويدة؟ عمره قد ايه؟ 6 شهور الا 4 ايام. 6 شهور الا 4 ايام، عنده سخونيه بتقولي؟ عندي سخونيه بقى 3 ايام ما بتنزلش. اه وايه تاني؟ دكتور رحت للدكتور بقى من يومين، طبعا انا ما كنتش بديله حاجه خالص، هو ما تعبش قبل كده خالص من ساعه الولاده. تمام. هو وزنه دلوقتي 8 كيلو. تمام. وكان الدكتور اداله بقى مضاد حيوي ابر ومضاد حيوي. يا دي النكد. بص يا مدام وقت، طيب في اي اعراض غير السخونيه؟ السخونيه لا، هو في التهابات في بقه. طيب ماشي، في حاجه تانيه؟ التهابات هو بس يا دكتور بالله عليك، انا عايزه السخونيه بتاعته ما بتنزلش، انا بحميه كل نص ساعه تقريبا. طيب خدي تليفوني من على الكنترول وانا هجاوبك يا مدام هويده دلوقتي، ولو عايزه تتواصلي معايا بعد الحلقه ابعتي لي بس رساله بالعندي قبل العندي. بص يا مدام هويده، شكرا لاتصالك. خدي يا مدام هويده تليفوني من على الكنترول وكلميني، ابعتي لي رساله بعد الحلقه وانا هجاوب حضرتك. دلوقتي اقول لك تعملي ايه. مبدئيا ما تديش مضادات حيويه لعيل ايه 6 شهور وعنده حراره. يا جماعه معظم الالتهابات في أول سنة التهابات فيروسية، لا تستجيب للمضادات الحيوية. الإسراف في إعطاء المضادات الحيوية بيزود نسب العيال اللي عندها توحد. ليه؟ لأن المضاد الحيوي بيقضي على البكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء، تبص تلاقي العيل البكتيريا الضارة هي اللي تاخد الأبر هاند، تدخلنا في إيه؟ في سمات توحد. المشكلة إن أي دكتور تقول له سلام عليكم يقول لك عليكم والسلام ورحمة الله ومضاد حيوي.
مش مقتنعين ان في حاجه اسمها التهاب فيروسي فايرال انفكشن. انا لو منك اعمل ايه؟ اعمل كمادات للعيل ده واعمل اديله مخفضات للحراره، اديله نوعين من مخفضات الحراره مثلا كتافلام وستال او اي حاجه بالتبادل كل 4 ساعات، واعمل له كمادات واخلي الاوضه جميله جواها لطيف، اشغل التكييف بس اوجه الهواء لفوق عشان العيل ما يعطس، واصبر معاه يومين. اصبر ايه؟ يومين. طالما العيل نشيط وبيرضع ان شاء الله بياخد نص الرضعه، اصبر معاه واديله مخفضات حراره. غالبا ده بيبقى التهاب فيروسي. شفت اكتر من 10 حالات مثلا في اليومين ثلاثه اللي فاتوا التهابات فيروسيه في عيال بنفس السن. تبص تلاقي العيل يسخن يوم واثنين وثلاثه واربعه، وعلى ثالث او رابع يوم يبدا العيل ده يظهر عليه طفح احمر على الجلد، على وشه وعلى صدره كده. هو ده حاجه اسمها الريزيولا او الطفح الوردي، وتبص تلاقي الحراره تختفي كانها لم تكن. يبقى علاجنا ايه؟ مخفضات حراره كل 4 ساعات وكمادات واوضه هاويه، وبلاش ندي مضادات حيويه لان ايه؟ بتدخلوا العيال في عيال في سمات توحد. التوحد بقى في مصر زي الانفلونزا، نسبته زادت جدا 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 نتيجه البروتوكولات الخطا في العلاج. كل واحد ياخد مضاد كل واحد وايه وحقن، والعيل ما يستجبش بعد يوم يديله حقن تاني. يا جماعه ده في التهاب فيروسي ممكن ياخد 3 4 ايام. ادي مخفضات حراره، كمادات، اوضه هاويه، والصبر علشان ما تديش دواء ملوش لازمه. خد تليفوني من الكنترول، ابعت لي رساله ننصحك لوجه الله، لا نريد جزاء ولا ايه ولا شكورا. عيل بيرضع رضعوه بالطلب، مفيش كل ساعه وكل ساعتين والكلام الفارغ ده. كل ما يعيط رضعوه اول 6 شهور، ما ياخدش حاجه اول 6 شهور، ولا ميه ولا اعشاب ولا لبن صناعي ولا اكل، وياكل بعد 6 شهور. بعد ايه؟ 6 شهور، يعني اول يوم في السابع. معانا اتصال من مدام اسماء، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ والله في نعمه يا مدام اسماء، تحت امرك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه كده، يعود عليك الايام بخير يا مدام اسماء. احنا وانت ربنا معاك. يا رب يا رب. معلش يا دكتور، والله لو سمحت انا كنت عايزه اكلمك بخصوص حاله ابني. هو مولود وعنده اعاقه، بس هو مش متخصص يعني في الحاله بتاعت النهارده. اعاقه في ايه؟ اعاقه فين؟ في رجليه. في رجليه؟ في رجليه، يعني هو يعني. وعمره قد ايه يا مدام اسماء؟ عمره قد ايه؟ حاليا عنده 7 سنين. سبع كم؟ 7 سنين. 7 سنين؟ اي. بيمشي ولا لا؟ هو بيمشي، بس المشكلة ان هو بيمشي ورافع رجليه كده، وبيمشي على صوابع، بيمشي على صوابع رجليه، وقاعدة رجليه مش بيحطها الارض، وكان عمل عملية فيها. بس والركبة متنية؟ يعني. الركبة متنية؟ هو بيمشي يعني صحيح. يعني بيمشي كده؟ ايوه ايوه صح. تمام. انت وجوزك قرايب؟ انت وجوزك قرايب؟ ايوه حضرتك. طب حصل له نقص اكسجين ساعه الولاده ولا كان كويس؟ لا حصل نقص اكسجين، بس ما دخلش الحضانه. حصل نقص اكسجين؟ ايوه. تمام تمام. طب بيمشي دلوقتي ولا بيحتاج مساعده في المشي؟ لا هو بيمشي وبيجري بسرعه جامده، ولما حد بيجري وراه محدش بيعرف يمسكه. والله طب كويس. حركه كتير، وهو عنده وشوش كتير حضرتك. طب كويس، هايل ان هو يعني عداء اهو ما شاء الله. طيب مشكلتك ان هو رافع رجله؟ مشكلتك انه رافع رجله؟ لما بيجي ينام حضرتك. ايوه. لما بيجي ينام ايه اللي بيحصل؟ لما بيبقى نايم كده يعني مستقيم على ظهره، رجليه ما بتوصلش للسرير، بيبقى رجله مرفوعه شويه كده. طيب ماشي. بصي يا مدام اسماء، شكرا. بصي يا مدام اسماء، شكرا لاتصالك. بصي يا مدام اسماء، شكرا لاتصالك، عشان بس ما نسحبش رصيد. بصي غالبا ده مش 7 سنين وبيجري كده ورافع رجله شويه وتاني ركبته شويه، ولما ينام رجله مرفوعه كده شويه عن السرير، ده غالبا مش ناقص اكسجين ولا حاجه. دي مش اعاقه ساعه الولاده، دي حاجه خلقيه هو مولود بيها، حاجه اسمها ارثري جريبوزز مالتيبلكس. ايه الارثري جريبوزز مالتيبلكس دوت؟ ان الايه؟ ان الاربطه اللي ماسكه المفاصل قصيره. فبص تلاقي عند الركبه ايه؟ الركبه مش مفروده، ان الرباط اللي ماسك الركبه قصير، فبص تلاقي ايه؟ الركبه متنيه كده. وتبص تلاقي برضو الايه؟ الاربطه اللي ماسكه الانكل من تحت قصيره، فبص تلاقي العيل رافع رجله. تبص تلاقي ليه ماشيه ايه معينه كده. تبص تلاقي العيل تاني ايه؟ تاني رجليه كده هو رافع ايه؟ كعب ايه؟ قعب القدم وماشي ايه كده هوت، يعني ايه متني كده شويه بس ماشي. ده غالبا مش ناقص اكسجين ولا حاجه، ده ايه اسمها ارثري جريبوزز، حاجه خلقيه هو مولود بيها، وممكن تحصل مع زواج الاقارب. حاجه اسمها الارثري جريبوزز مالتيبلكس، او ايه او كسر في الاربطه اللي ماسكه الايه المفاصل. هو حله ممكن ايه؟ ان انت ما تتدخليش معاه خالص، لان اي تدخل ممكن يجيب نتيجه عكسيه، تدخل جراحي ولا حاجه.
فانا نعمل ايه؟ كلميني بعد الايه؟ بعد الحلقه بقى، خدي نمرتي من الكنترول وبعدها رشح لك دكتور عظام اطفال، راجل من العلامات المضيئه في هذه البلد، دكتور هشام حبيبي وصديقي، ومش دعايه لي ولا حاجه، ده هو مش محتاج بصراحه يعني، ربنا يزيده من العلم. نشوف هل العيل ده محتاجين تدخل في الاوتار القصيره دي ولا مش محتاجين؟ غالبا ما بنحتاجش، والعيل هو متاقلم مع الايه الاوتار بتاعه المفاصل القصيره دي وماشي. وانت ايه قلتي كلمه جميله، ده عداء، لما حد بيجري وراه ما يعرفش يجيبه، هو متاقلم مع الحاجه الخلقيه اللي هو مولود بيها. فرايي انا الشخصي نعرضه على هشام. هشام راجل من الحكيم، من الحكمة بتوع زمان كده، اللي بقى عنده ايه، مش الدكتور مش قرار بس، مش جراحة بس، قرار قبل الجراحة، قرار صائب يفيد العيل. فانت كلميني ان شاء الله نرشح لك حد من اعظم دكاترة نظام الاطفال في مصر ياخد قرار في هذا العيل، محتاجين تدخل اساسا ولا مش محتاجين تدخل، ولا نسيبه في حاله كده وداع الفتنة ايه نائمة. ومعانا مدام ايمان. الو مدام ايمان، اهلا بيك، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ والله في نعمه مدام ايمان، تحت امرك. رسمت يا دكتور، انا ابني عنده شهرين، عنده فتق سري. تمام. كان طبعا مع دكتوره قالت لي انه هيروح لوحده وما هيمشي لوحده يعني بعد سنه او سنين. تمام، كلام جميل. ايه اللي مزعلك بقى؟ دكتور تاني قال لي لا ده لازم تاخد جراحي وعمليه وكده يعني. نصاب نصاب، اوعي تسمعي له عمليه. بصي انت اول ام لاول مره مدام؟ لا لا، ثاني مره. ماشي، في حاجه ثانيه مدام ايمان بزعلكي في العيل في الطفل ده؟ بالنسبه للربط يا دكتور، عنده ربط في لسانه، ربط خفيف كده. الدكتور قال لي عادي الدكتور اللي يعمله الطهاره يعمل حاجه بسيطه، فده حاجه بسيطه ولا حاجه تانية؟ طيب هو لسه ما اتطهرش؟ لا لسه شهرين. ما اتطهرش ليه؟ طب المفروض يتطهر من اول يوم. طيب بصي يا مدام ايمان، هقول لك تعملي ايه. شكرا لاتصالك. مدام ايمان هقول لك على الاسئله، انت قلتي فتق سري وربط في اللسان، هقول لك تعملي لهم ايه ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم معانا مره ثانيه. قبل الفاصل كان في سؤال من ام بتقول ان الطفل عنده فتق سري وعنده ربطه في اللسان، راحت لدكتوره محترمه جميله كده، قالت لها تعالي ايه الفتق السري ده سيبيه في حاله لغايه سن سنه، وبعدين راحت لدكتور ثاني لا لا لازم تعملي عمليه. طبعا ده راجل بيخرف، فانت ما تسمعيش، اسمعي كلام الست المحترمه اللي قالته لك ده، استني لغايه سن سنه وسنه ونص. ايه الفتق السري ده؟ عندنا هنا عضله الريكتس دي، الريكتس دي لما تشوفيها كده مع بتوع كمال الاجسام لما يشدوا بطنهم تلاقي العضله دي موجوده، ساعات العضله دي في الاطفال تبقى بعيده شويه فتعمل له فتق سري، حته كده في البطن كده ايه فيها زي فتحه بسيطه بيطلع منها الفتق. الفتق ده عباره عن شويه امعاء طالعين. الفتق السري ما فيش منه، ما بيوجعش وما فيش منه ضرر، وما بيتحولش الفتق مخترق. كل مشكلته الشكل، انه شكله مضايقك، فتجاهلي موضوع الشكل، ولا تربطيه ولا تحط حزام ولا تحط لزقه سره، سيبيه في حاله لغايه سن سنه ونص. غالبا في معظم العيال اكتر من 90% العضلتين دول بيقربوا من بعض وبيقفلوا الفتق، فلو سمحتي سيبيه في حاله. لو عملت له عمليه بقى هتشوهي منظر البطن والعمليه هتبوظ هتفك، فما تسمعيش كلام الراجل المحترم ده، لانه ايه بيحاول انه يعمل العمليه لاسباب ماديه مش اسباب علميه، فلو سمحت سيبيه في حاله. بالنسبه لربطه اللسان حسب هو اللسان مربوط ازاي، لو ده اللسان، لو الربطه هنا على طرف اللسان دي غالبا بتحتاج ان هي تتفك. طب افرضي الربطه هنا، يبقى الايه اللسان حر ممكن يكبر ويسيب الربطه وراه، فحسب نوع الربطه، مش كل العيال اللي عندهم ربطه لسان بيتفك. لو ربطه على طرف اللسان دي هتمنع طرف اللسان انه ينمو، لكن لو الربطه من هنا اللسان هينمو ويسيب الربطه دي وراه، فسيبيه في حاله برضو. بالنسبه للربطه الدكتور اللي هيطهره يبص هل محتاجه تتعمل ولا مش محتاجه تتعمل، ما نستعجلش ان ايه، لان ساعات العيال لما بنفك ربطه اللسان رغم ان هي عمليه تافهه وبسيطه، ساعات العيل ايه نتيجه الجرح البسيط ده يمنع الرضاعه، فلو سمحتي بلاش نعمل حاجه ملهاش لازمه. اوعي تعملي الفتق، اوعي تعملي الربطه، طهر العيل، لان كل ما العيل بيكبر بيحس الاعصاب بتاعه اللي موجوده في العضو بتنمو، فكل ما بتاخري الطهاره تبص تلاقي العيل ايه مشاكلك تزيد، العيل يتالم ويصرخ ويعيط. الطهاره من اول يوم، في حاجه بقى يقول لك ايه بستنى بعد الاربعين، كلام فارغ. الاربعين دي عاده مصريه بس، الميت ليه اربعين والطهاره بعد الاربعين عاده مصريه سيئه فلكلور شعبي بنتوارثه لكن مش حقيقي. فالعيل من اول يوم بعد الولاده يتطهر،
ما فيش حاجه اسمها بعد ال40 وبعد ال50، يتطهر من اول يوم. شهرين دلوقتي خلاص بقى طهريه، مستنيه ايه؟ يعني ما تاخريش اكتر من كده. الفطام، يعني ايه فطام؟ يعني ان انا ادخل اكل غير اللبن. اللبن اول 6 شهور يرضع طبيعي بس، ولا ميه ولا اعشاب ولا لبن صناعي ولا ميه بسكر. لما يقفل الست شهور اول يوم في السابع ابدا ادوقه اكل. طب ابدا بايه؟ ساعات بنبدا مثلا بتفاحيه مسلوقه، نص تفاحيه اسلقها واضربها في الخلاط واخففها بميه وادي له معلقتين كده على طرف لسانه يستطعم، لكن لو زقيتي يزق، هتزق ازق. في حاجه اسمها منعكس الدفع، لو زقيتي جوه بق العيل يعمل لك كده ويطلع لسانه ويطلع يرجع الاكل تاني، فتدي له ايه؟ يستطعم. طب رفض، احاول مره واثنين لغايه 10 و20 مره وان اتطيم. يعني ايه؟ يعني ابدا حاجه واحده، ما ادخلش اكتر من صنف عشان العيل ما يتلخبطش ويرجع. فمثلا هدي له تفاحه كل يوم، ادي له نفس التفاح في نفس الوقت وابدا له بمعلقتين، تاني يوم اربعه، ثالث يوم سته، لغايه لما ياخد نص تفاحيه على نهايه الاسبوع. تاني اسبوع انقل على حاجه تانيه، ممكن ادي له كوسه وجزر. ثالث اسبوع ممكن ادي له مسحوق قمح او مسحوق رز. رابع اسبوع ممكن ادي له مثلا صفار بيضه مستوي كويس. خامس اسبوع وهكذا، كل اسبوع بتدخلي صنف. طيب ال- 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 لو العيل بيرضع يبقى اول اليوم رضاعه واخر اليوم رضاعه، والاكل تدخليه في النص. ما ينفعش تبداي بالاكل اول الرضاعه او اخر رضاعه، في النص. وحاجه حاجه، طب ايه الحاجات اللي محظور ان انت تديها؟ ما تديش منتجات البان اول سنه، ولا لبن ولا زبادي. طب ليه؟ لان انت لما بتدي لبن وزبادي ده بروتين حيواني يهيج العيل، يهيج جسمه، يخليه يكون اجسام مضاده ويحفز الحساسيه، وتلاقي العيل لو عنده استعداد للحساسيه تبدا تظهر. الحساسيه انواع مختلفه، ممكن العيل يجيله حساسيه تبص تلاقي ايه حوالين بقه كده في نقط حمراء، وممكن يحصل له اكزيما في جلده، تبص تلاقي جلده خشن. وتظهر اكتر في العيال في تانيات الجلد، تبص تلاقي تانيه الجلد هنا وهنا خشنه، وتلاقي ركبته من ورا خشنه، وتلاقي عنده قشر في شعر في شعر راسه، وتلاقي راسه بقت القشره بتاعتها بقت دهنيه. دي كل دي اسمها انفانتايل اكزيما. وتلاقي هنا ايه حتت خشنه كده كانها مقشفه على خده كده، كانه مضروب قلمين تك تك، تبص تلاقي الحته دي ايه حمراء عند العيل إيه اتلطش قلمين. كل ده من اعراض الانفانتايل اكزيما او الاكزيما في طفل حديث الولاده. طيب ايه اللي ايه ممكن العيل بيرضع طبيعي ويجي له اكزيما، لكن ايه احتماليات ان يجي له اكزيما لو اديتي البان صناعيه او رضعتيه لبن صناعي او اديتي له لبن او زبادي قبل سن سنه؟ بتزودي الاحتماليه دي كبيره قوي. فانت ايه يعني خلاص ايه اللبن الام ده احسن لبن للعيال، وبلاش مستعجله على اللبن والزبادي. ليه؟ بلاش تستعجلي، خليه بعد سن سنه، عشان لو ابنك على ايه على الحركرك كده وناوي يجي له اكزيما او حساسيه جلد هتجي له لو اديتي له ايه لبن والزبادي. فاجليه لو سمحت لغايه بعد سن ايه سنه. لو عيل جاله اكزيما دي مشكله، لان العيل هتبص تلاقي جلده بياكله بيهرش، فتبص تلاقيه وهو نايم عمال يعمل لي كده هو على الايه على السرير عايز يهرش مش عارف يهرش، فعمال يحك جسمه في السرير لانه جلده خشن. العيال اللي عندها اكزيما ديت لو سمحت ما تدهمش لبن وزبادي، كل العيال ما تدهمش لبن وزبادي، وخصوصا العيال اللي عندها انفانتايل اكزيما او اكزيما في طفل حديث الايه حديث الولاده. ساعات إيه زي ما اتفقنا قلنا الاكل بعد 6 شهور اول يوم في السابع، وببدا بصنف واحد كل اسبوع بدخل صنف، بحيث ان ايه بزود الاختيارات كل اسبوع، بزود صنف بزود صنف، مش هديله مثلا 5-6 اصناف كل يوم، هديله صنفين، انقي واحد قديم واحد جديد، واحد قديم واحد جديد، والبدايه لبن والنهايه لبن. العيال ياخدوا اسف ياخدوا فيتامينات من تاني شهر بعد الولاده، ياخدوا فيتامين د، في حاجه اسمها الفيدروب او فيدي 3، اي حاجه من الحاجات دي. ياخد 4 نقط لو بيرضع طبيعي، 2 لو بيرضع صناعي، يعني يا 400 وحده يا 200 وحده لغايه سن 6 شهور. بعد 6 شهور اديهم كالسيوم واديهم حديد، لان مخزون الحديد في جسمهم بيبدا يقل واللبن ما فيهوش حديد، فبص تلاقي العيل محتاج حديد ومحتاج كالسيوم او محتاج فيتامين د. دي الطريقه المثلى لتغذيه الايه العيال. هكلمكم على في حاجات خاصه بقى، ممكن تلاقي عيل وهو بيرضع يبدا يصرخ ويعيط ويسيب صدر امه ويرجع ويسيبه ويرجع، خناقه وتحس بكركبه واللبن نازل بلا بلا بلا. والعيل يبدا يجي له اسهال، والاسهال بتاعه يسلخه، يخلي العيل منطقه الحفاضه بتسلخه، يبقى عيل بيتخانق معاك وهو بيرضع بيسيب صدرك ويرجع له، والرضاعه تجربه في منتهى الالم بالنسبه للعيل، وتسمعي صوت كركبه في بطنه وعنده اسهال وامساك واسهال وامساك وبيسلخ من تحت، ده عند العيل عنده حساسيه لبن. حاجه اسمها لاكتوز انتولرانس. اللبن فيه حاجتين، فيه سكر وبروتين، ممكن يبقى حساس من ده او من ده. تعملي ايه؟ نمره واحد، تخف انت منتجات الالبان، ما تشربيش لبن وزبادي،
وتجربي، لقيت العيل لسه بيعاني يبقى العيل ده محتاج تغيري، تديله لبن صويا، لبن نباتي. لبن ايه؟ نباتي. ليه؟ لان اللبن النباتي ما فيهوش ولا سكر ولا فيه بروتين، البروتين بتاعه بروتين نباتي. لان غير كده يعني انا من اكتر المشجعين للرضاعه الطبيعيه، الا لو اللبن بيعمل الم للعيل او بيتخانق مع اثناء الرضاعه او عنده حساسيه لبن، ده اهم سبب بالنسبه لي يخليني ابطل الرضاعه الطبيعيه وانقل على اللبن ايه؟ لبن صويا. انا ولادي الاثنين كانوا كده اتربوا على اللبن الايه؟ لبن الايه؟ الصويا. لبن الصويا ده كريم ابني اتذكر كنا في انجلترا ساعتها، اللبن في انجلترا بفلوس لان هم بيشجعوا الرضاعه الطبيعيه، مفيش حاجه اسمها لبن ايه صناعي للاطفال، بيشجعوا الرضاعه الطبيعيه الا لو عنده حساسيه لبن، يبقى ساعتها اللبن ده علاج مش لبن، مش تغذيه. فعشان كده كانوا بيدونا اللبن ده ايه، لبن الصويا ده بيدوه لنا مجانا لان بيبقى علاج، ما بقاش ايه، ما بقاش تغذيه. الفطام لازم يبقى بتدريجي وان اتطيم، هما وجبتين في اليوم، البدايه لبن والنهايه لبن، مفيش منتجات البان اول سنه من العمر ولا لبن ولا زبادي. ان شاء الله على امل في لقاء جديد الاسبوع القادم وحلقه جديده عن طب الاطفال واشياء اخرى.